بصي حضرتك، انا متجوزه بقالي سنتين. تمام. يعني للاسف لقيت جوزي يعني بيخوني وكده. الخيانة كتابة وكده ولا خيانة؟ كتابي. كتابة. بس انا الاول تمام، مع يعني ما واحدة كنتش بس ولا بخاف مع من كذا اي حد؟ حاجة. تاني بس. لا، مع واحدة. مع واحدة بعينها، الواحدة دي عازبة ولا ايه وضعها؟ لا، مطلقة؟ بنتي عازبة يعني، وباباها متوفي. بنت بنوت عادي وباباها متوفي. المهم تمام، انا من كتر ما انا كنت واثقه فيه ما كنتش هفتش. تمام. يعني اختي نصحتني، عشان قالت لي ايه، عشان كنت بحكي لها يعني ان هو متغير معايا، ما بيجيش ناحيتي كتير. يعني لما اجي مثلا، يعني حتى في الرومانسيه ما بيكونش رومانسي معايا ولا اي حاجه، زي الأول مع ان يعني. يعني اما الخطوبه ما كانش كده، وكان بيهتم بيا اكتر من كده. المهم رحت فعلا فتشت يعني، وشفت لقيت فعلا هو بيكلم واحده وكده. كلام حب وعواطف ومشاعر كده ولا كلام؟ لدرجه ان هو كان قايل لها ان انا من كتر ما هو بيحبها يعني عايز يجيب منها عيل شبهها يعني وكده. لكن المهم البنت دي الشات، اصلا الشات مجرد كده، لكن كلام حب ومشاعر ما فيهوش حاجة جنسية. يعني كان بعت لها صورة مثلا واحد حاضن واحدة. المهم بعد كده جيت مرة تمام، من كتر ما انا بقى ما تعبت نفسيا بصراحة، مسحت رسائلها خالص من على تليفونه ورقمها وكل حاجة. قلت يعني اهو يعني يكون حصل يعني مثلا عند ربنا وينساها بقى وخلاص، مش هيجيب رقمها تاني. ما خدتيش فلما المحادثات سكرينات او حاجه؟ انا والله صورتها، بس بعد كده قلت يعني ايه، يعني بعد ما صورتها مسحتها وقلت قعدت ادعي له يعني، عشان سمعت حضرتك فيديوهات كتير. المهم قعدت ادعي له يعني كتير وكده في صلواتي، وخصوصا في شهر شعبان اللي احنا كنا فيه يعني، ان ربنا يهديه تمام يقربه مني قلب يعني، يحنن قلبه عليا. يا حبيبتي. المهم بعد ما مسحت الرسايل دي والرقم وكده، في اليومين دول تمام لقيته متغير عليا جدا، وحسيت ان هو مش طايقني اصلا، مع ان على ما هو اعتقد ما اكيد كانش عارف، اكتشف طبعا انك انت عملتي كده صح؟ بس مش قادر يواجهني. تمام. بس بجد يعني نظراته حضرتك كانت فظيعه كده، حسيت ان هو مش طايقني. تمام. وفي نفس الوقت يعني جيت بعديها بفتره صرحت قلت له يا احمد، يعني إيه، انا حاسه ان انت مثلا بعيد عني، حاسه ان انت ما بقتش زي الاول، ما بقتش تسالني مثلا، ما واعترف بقتش لك، في رومانسيه. اعترف لك ياسمين ولا ما اعترفش؟ قعد يقول لي لا انا مش شايف ان انا مقصر معاكي، وده من يعني عشان انا دلوقتي شغال وكده، فدي حاجات طبيعيه تحصل ان انا اقصر في كذا حاجه، بس انا شايف ان انا مش مقصر. ولقيته اخذ جنب مني وزعل كده. يعني ان سيب حضرتك ان انا كل ما اجي مثلا اكلمه او اصرحه في حاجه، بحس ان هو بيقلب الترابيزه عليا، ان انا مش بعرف اخد حقي. فانا لحد دلوقتي مثلا ما مش عارفه اواجهه ازاي، او اقول له مثلا يعني انت غلطان او كده، خايفه اواجهه ان هو بيكلمها يعني يقلب الترابيزه عليا كده، مش عارفه رد فعلها هتكون عامله ازاي. طب اسمعيني، في نفس الوقت مش عايزه اسيب بيتي، وعايزه احافظ على بيتي عشان عندي طفل عنده سنه دلوقتي، احنا سامعين صوته فعلا. فمش عارفه اعمل ايه حضرتك. بصي انا فكرت يعني سبحان الله، فكرت النهارده ان انا اعمل ايه، ان انا ارن عليها واقفل واستناها هي ترن، واروح فاتحه السبيكر واعرفه ان دي واحده، عشان هو اصلا يعني هقول لحضرتك على حاجه، مره رنت تمام مرتين وهو كان هنا في البيت تمام، فانا جبت له التليفون فبقول له اهو الرقم، فهو كاتبها يعني دلعها، فبيقول لي لا الدلع ده واحد صاحبي، فقلت له واحد صاحبك؟ فراح قال لي ده واحد صاحبي، ويا بقالي كتير ما رنش مش عارفه ايه. قلت له طب رد، قال لي لا 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 مش وقته دلوقتي، احنا بناكل، عشان ساعتها كنا بناكل يعني. بس حاضر 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 ياسمين، اسمعيني اسمعيني. مش اولا يعني انا مش عايزاكي تعيطي، ولا عايزاكي، لانك انت طبعا يعني بصي انت زوجه جميله، ويعني قلبك حلو، وبتدعي له برغم انك انت شفتي خيانته ليكي، وشفتي الكلام، وشفتي المحادثات والحاجات دي ما بتتنساش. احنا بنقعد نعالج زوجات فيها بالشهور وبالسنين، تقول لك مش قادره انسى انه كتب لها كذا، ومع ذلك دعيتي له. قلت يا رب يحنن قلب زوجي علي. والله انا كنت اعيط من كلمتك ديت. بصي ياسمين، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى اولا يتوب عليه من حاجه زي كده،
بصي يا بنتي، انت خدتي بالاسباب ودعيتي وسترتي ومسحتي الحاجه وما زال متغير عليكي، تمام؟ وما زال كانك انت اللي غلطانه واخد جنب منك وبصته وحشه والكلام ده. لا وجهي وجهي ليه؟ لانك خدتي الخطوات اللي قبل كده. والله يا زوجي كذا كذا، قبل ما تواجهي قولي انا عايزه اسالك، انا مقصره معاك في ايه؟ هل في حاجه من انا بعملها إيه مش عاجباك؟ هل في امر انت محتاجه مني وكذا؟ طب انت مقشر ليه؟ يعني هو ايه اللي هيعود علينا بال111 اللي انت عاملها؟ طيب ليه انا مش من حقي ان انا اشوفك بتضحك واشوفك كذا وكذا؟ لان انا زي ما انت شايف يعني انا براعيك ومراعيه البيت ومعايا. واسمعي منه، اسمعي منه لما يقول لا ما فيش وكذا وكذا وكذا، قول له طب انت شيدت مع واحده غيري ليه؟ وليه شيدت في الحرام وعملت كذا؟ طبعا انا خلاص عفوت والام وانا مسحته، وانت عارف ان انا مسحت الشات ومسحت كذا. وما ينكر قول له انا مسجله ومصوره الحاجات دي، فما يعني ما تجادلش معايا، لكن الموضوع ده ينتهي. واللي بيني وبينك الكلمة الطيبة، المعاملة الطيبة عشان خاطر العيل اللي بيننا ده. وانت تخسر زوجة أصيلة ومعاك في قلب البيت وأم لابنك ومراعياك وسطرت عليك عشان خاطر الحرام، انت فهماني؟ وبالراحة وبدون نرفزة ويبقى عندك اتزان كده انفعالي وانت بتتكلمي، واسمعي منه وادعي ربنا سبحانه وتعالى قبل الجلسة دي ان ربنا يشرح لك صدره وان ربنا يفتح قلبه ليك. ادعي وشوف يا بنتي نتيجة الأمر. يبقى خدتي بالأسباب، لا والله استمر وهو كذا وناس كذا، يبقى بقى ارجع لي الحلقة زي ما أولها ما احنا قلنا. لا خلاص، في ناس تقدر تكمل وفي ناس ما تقدرش تكمل. أدعو الله سبحانه وتعالى ليك يا ياسمين بصلاح الحال، اللهم أمين. وربنا يا رب يرزقك الحنان المنان، يرزقك حنانا منه ورحمة وحب، اللهم أمين.